للمزيد حول ذلك ينضم لنا من الدوحة زميل زياد الديب مفوض الشرقي إلى المونديال. زياد أهلا ومرحبا بك. يعني استعدادات إذن واستمرار الدور 16 في المونديال، حتى الآن لا توجد مفاجآت يعني في الفرق المتأهلة لدور الثمانية، هل يمكن أن تحدث مفاجآت اليوم؟ مساء الخير محمد، مساء الخير لجميع المشاهدين. أنا متواجد حاليا أمام استاد 974 اللي حيحتضن على الساعة 10 بتوقيت الدوحة المباراة المنتظرة بين المنتخب البرازيلي ومنتخب كوريا الجنوبية. يعني لم يحدث مفاجآت بالدور ثمن النهائي، جميع المنتخبات القوية والمرشحة عبرت إلى الدور ربع النهائي. اليوم البرازيل مرشحة لتخطي كوريا الجنوبية، بالرغم من أنه كوريا الجنوبية كانت إحدى مفاجآت البطولة، يعني هي أخرجت أوروغواي وتأهلت بعد الفوز الدراماتيكي وبالوقت القاتل على البرتغال. يعني كل شيء وارد في هذه المواجهة، ولكن يبقى المنتخب البرازيلي عنده نجوم أكثر، علو كعبه بهذه المواجهات، عنده خبرة أكثر، حتى أنه المنتخب البرازيلي أراح العديد من لاعبيه بالمواجهة أمام الخسرة أمام الكاميرون لأنه تصدر المجموعة مبكرا. أما المنتخب الكوري الجنوبي فلاعب يعني لم يرتاح سوى 72 ساعة، وهذه ستؤثر على لياقة اللاعبين وأعطاهم على أرض الملعب حتى إذا ذهبت المباراة للأشواط الإضافية. وإذا بنطلع على المواجهات المباشرة، كانوا تواجهوا 7 مرات بشكل ودي، فازت البرازيل 6 مرات، أما في كان فوز وحيد بسنة 99 لكوريا الجنوبية. والبرازيل سترحب بنجمة نيمار اللي رح يعزز خط الهجوم، وهذه إضافة حقيقية لمنتخب السامبا، وكمان حيعود المدافع دانيلو. أما الغائبين فهيكون خيسوس مهاجم أرسنال، وحيكون يكون المدافعان ساندرو وتيلس. طيب الأنظار أيضا تتجه يعني ربما للنجوم البرازيليين يعني اليوم، وكانت مفاجأة الكاميرون كما تحدثت أنت زياد، كانت مفاجأة كبيرة أنه الكاميرون تفوقت على البرازيل لكن لم يكن بالأساسيين، لكنه أيضا أثار بعض المخاوف. يعني في النهاية هناك فوارق فنية كبيرة حتى بين الفريق الاحتياطي للبرازيل وفريق الكاميرون، واليابان أظهرت أنها منتخب منضبط تكتيكيا، هل هذا أيضا يزيد من الغموض حول المباراة؟ يعني زميلي محمد، هيدي البطولة عم تفرجينا قديش تطورت المنتخبات الآسيوية واقترب مستواها من المنتخبات الأوروبية، حتى المنتخبات الإفريقية. يعني ما بقى في خصم سهل، يعني بس عم بيعمد أي فريق قوي أو من الفرق المرشحة لللقب، إراحة اللاعبين عم يدفعوا الثمن غاليا. يعني شفنا السعودية، شفنا اليابان، شفنا كوريا الجنوبية، شفنا تونس، شفنا المغرب، يعني الجميع حاضر لا أحداث المفاجآت بمونديال قطر. هلأ في مواجهة بعد ساعات قليلة من هلأ على استاد الجنوب، ستجمع كرواتيا وصيفة بطلة العالم مع اليابان. المنتخب الياباني جيد جدا، مستواه رائع بهذه البطولة، هو كان تغلب على إسبانيا وعلى ألمانيا، يعني أنه تصدر مجموعته وبكل استحقاق هو موجود بالدور ثمن النهائي، سيحاول يعني إحداث المفاجأة مرة أخرى والتأهل للدور ربع نهائي للمرة الأولى بتاريخه. هو لم يسبق له تخطي دور 16. المنتخب الياباني يعني عنده غياب وحيد هو مدافع كو اللي بيلعب بالدوري الألماني، أما كرواتيا ستكون يعني مكتملة الصفوف. هن تواجهوا 3 مرات مع بعض والكفة متعادلة، يعني فاز المنتخب الياباني مرة، كرواتيا مرة، والتعادل مرة. هذا بدل داش اليابانيين مش حيكونوا خصم سهل أمام كرواتيا. نعم، شكرا لك زميل زياد الديب مفوض الشرق إلى مونديال 2022، شكرا على هذه المشاركة.